تمسكا بالإرث الحضاري والثقافي الذي تتميز به سلطنة عمان، وتعزيزا لقيم الهوية العمانية، حرصت الخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني والحرس السلطاني العماني خلال مشاركتهما في عرض تاتو بازل لعام 2023 على إبراز عراقة وأصالة الموسيقى العمانية في واحد من أكبر عروض الموسيقى العسكرية بالعالم. تم الإعداد والتحضير لهذه المشاركة من خلال اختيار عدد من المقطوعات الموسيقية التي تستمد ألحانها وإيقاعاتها من التراث العماني الأصيل، وحرصا منا على إبراز الهوية العمانية قمنا بالمشاركة بالملابس العمانية التقليدية والعزف على صهوات الخيل العربية الأصيلة. وامتطى الفرسان والفارسات الموسيقيون الخيول العربية الأصيلة بزيهم العماني حفاظا واعتزازا بهويتهم ذات الخصوصية والطابع العماني الفريد. العروض التي أحضرها العمانيون إلى سويسرا هذا العام كانت جميلة ومبهجة، وعاش الجمهور تجربة مصغرة عن الحياة في سلطنة عمان وعن الثقافة العمانية، فالأزياء الملونة الزاهية والموسيقى التي تنفرد بها سلطنة عمان والتي تتميز بعزفها على ظهور الخيل أعطت لمحة عن الثقافة العمانية وتميزها. وعزف الفرسان والفارسات بالقرب والطبول مقطوعات موسيقية عكست ثراء الموروث الموسيقي العماني. مشاركة الخيالة السلطانية والحرس السلطاني العماني في عرض تاتو بازل لعام 2023 أبرزت تمسك العماني بكل فخر واعتزاز بهويته التي تعد ركيزة أساسية من موروثه الحضاري والثقافي العريق. حسن بن محمد البلوشي من مدينة بازل بالاتحاد السويسري.